هلو everyone, ويلكم باك. النهارده هنكمل دروس الفونكس وهناخد التو لترز مع بعض او يو او الاو دبليو وازاي بننطقهم. الاو يو او الاو دبليو ميكس ساوند او او. الاو يو لما بيجوا جنب بعض او الاو دبليو ميكس ساوند او بننطقهم بصوت او او. زي كلمة cloud, طبعا دي امثلة على ال OU. كلمة kill او d cloud kill او d cloud cloud سحابة. كلمة house 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 منزل. وزي كمان كلمة mouth 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 فم. وكلمة count 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 يعني عد أو يحسب. دي examples على ال O U. هنكمل بقية الأمثلة على ال O W. زي كلمة أو will أول أو ال O W هنا تنطق أو أو will أول بومة حيوان البومة أو طائر البومة أو will. وزي كمان كلمة kill أو clown clown kill أو clown 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 يعني مهرج. وكمان كلمة br أو براون 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 اللي هو اللون البني. ب بر أو يبقى هنا ال O W نطقناها أو براو براون براون. يبقى as in owl أو will we clown when clown وي بر او براو وين براون. وغالبا احنا بنختار ال او دبليو لما بيكون اخر الكلمه ال او ان زي كلمه اول او كلاون او براون. وكمان في اي ال واي ار لما بيكون اخر الكلمه الاربع حروف دول الفور ليترز بنختار ال او دبليو بتنطق او في الكلمة زي owl اخرها l و clown اخرها n و brown اخرها n لان ال o u وال o w هما الاثنين بينطقوا او. لكن هنا لو لاحظتوا كلمة cloud d d d d house في الاخر e mouth t h count t في الاخر t الحروف دي مش n او l او e l او e r فعشان كده اخترنا O U. بس المهم دلوقتي نعرفهم بس النطق نعرفهم sound ال O U وال O W ونديهم examples وأمثلة بالكلمات على ال sound ويتدربوا كتير عليها. شكرا جدا لمتابعتكم ليا. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك وسبسكرايب. سلام عليكم.